طيب، هو حضرتك ذكرت سارة سمير، فاحنا معانا على التليفون البطلة سارة سمير، بطلة مصر وأفريقيا في رفع الأثقال. يا سارة، صباح الهنا عليكي، صباح النور، منورة لسه وسعداء صح. بالمداخلة دي. ربنا يخليك. أنا عندي سؤال، أنتوا إخوات بقى صح؟ ايوه، صح كده؟ دي المفاجأة بقى، يمكن هي دي المفاجأة. بيقولوا بيقولوا سارة، بصي يعني لسه حالا لو أنت متابعانا كنا بنتكلم عن مشكلة المنشطات والأزمة اللي بيعاني منها أبطالنا في للأسف في الأول وفي الآخر، وبلا يعني قصد بشكل كبير، وللأسف بيكلفنا بطولات وبيكلفنا ميداليات وبيكلفنا مجهود وحاجات كتيرة جدا. خليني أعرف تجربتك، يعني احكي لنا بالظبط ايه اللي حصل معاكي، واحساسك حتى الشق النفسي بعد ما تعرضتي لحاجه زي ده او زي دي مالكيش يد فيها، حسيتي بايه وقتها؟ مين اللي خطبتيه؟ حد اتكلم معاكي؟ خلينا نعرف منك. بص، اولا احنا مش كل حاجه عندنا منشطات بتوقف، يعني احنا في حاجات كتيره قوي بتوقف تحت بند المحظورات مش منشطات. فالناس عندنا في مصر اي حاجه، اي حد بيتوقف كده توقف منشطات. انا ما توقفتش منشطات، دي اول حاجه. انا موقوفه بماده اللي هي كلنا بناخدها عادي، اللي هو الحاجات تدينا باور. هو دكتور محمد وضح فعلا النقطة دي. بس يعني كل حاجة يعني بتتقال عليها منشطات، إنما في عندنا يعني قائمتين، قائمة منشطات وقائمة محظورات. المنشطات دي اللي هي الهرمونات المعروفة، المحظورات دي ممكن علاج برد، ممكن دواء كحة، لحمة اللي هي المستوردة، دي حاجات كتيرة منها الحاجات دي. فأنا توقفت بالمحظورات، أنا ما كانش ليا يدي فيها، وتعبت نفسيا والدنيا باظت معايا شوية، بس الحمد لله رجعت احسن من الاول. يعني الكابتن ساره بتتعامل مع الدكتور محمد الاخ ولا الدكتور محمد عضو مجلس الاداره؟ على لا، حسب. الاخ طبعا. طبعا طبعا. لو في يعني هو ما يعني لو في مشكله بتعامل معاه لان هو عضو مجلس اداره. بالتاكيد ده طبعا يعني سؤال مهم حابين يسالوه لي برضه يا ساره، يعني بعد حصدك لثلاث ذهبيات في اخر البطوله بتستعدي ازاي للفتره القادمه؟ لان الحفاظ على القمه ده بيكون فيه صعوبه كبيره وبيحتاج منك مجهود كبير بيكون جدا يا اصعب ساره. كمان. صحيح. طبعا. هو انا يعني بعمل اللي عليا وشغاله يعني تدريبات مستمره، ويعني وان شاء الله التوفيق ده من عند ربنا. بس انا يعني كل اللي بقدر اعمله بعمله، من تدريبات، من اهتمام، من محافظة على نفسي، كل ده أنا بعمله يعني. حلو جدا. طيب انت خلينا نعرف برضو منك، هدفك ان انت تحققي ميدالية أولمبية في باريس، يعني اعتقد اكيد ده تارجت عندك وعند كل بطل هيشارك، فالنسبة او لو توعدينا او يعني ان شاء الله ده ممكن يحقق يعني بشكل كبير ولا لا؟ خلينا نعرف منك وتطمنينا يا سارة. هو انا بشتغل على نفسي ان شاء الله ان انا اجيب الميداليه باذن الله، والتوفيق ده من عند ربنا. بس ان شاء الله انا يعني حلم وحلم كل لاعب ان هو يجيب ميداليه زي ما حضرتك قلتي، فيعني ان شاء الله خير. انت جبتي برونزيه في ريو، طبعا كان وقتها يعني انجاز كبير جدا، واتمنى ان انت تكملي المسيره يا ساره، ان انت لسه يعني عندك وقت وعندك فرصة كبيرة برضو ان ده يتم تحقيقه ان شاء الله. بس ايه الامكانيات اللي ناقصاكي او ايه الامور اللي انت محتاجاها علشان برضو نقدر نقول الابطال بتوعنا نالوا كل الدعم تحديدا في رياضة رفع الاثقال؟ هو يعني الحاجات اللي احنا محتاجينها الوزارة بدأت توفر، وبقى معانا رعاه، يعني بدأت الدنيا تبقى احسن من الاول. كويس كويس جدا النقطة دي. دي بقى مع المجلس الجديد ولا ده ايه؟ بالظبط ده احنا طبعا مع المجلس. هو ايوه الموضوع الموضوع كنا احنا بنحاول فيه من زمان، يعني انا قبل ما ادخل المجلس كطبعا ولي امر لاعب كبير زي كده، فكنت بحاول الموضوع ده، كانوا مقفلينه شويه. كنت لامس حضرتك كل المشاكل بالظبط. دي طبعا، بس الحمد لله مع المجلس الجديد ناس متفاهمه الموضوع، قدرنا ان احنا طبعا مع بروتوكول مع وزاره الشباب والرياضه، ومعانا دلوقتي شركه رابط الرياضيه هي اللي بتسعى في الموضوع ده، والدنيا الحمد لله احسن من الاول كتير يعني. وان شاء الله الرساله المهمه، يعني لابد ان انت تقول رساله بقى كعضو مجلس اداره وكاخ، لان احنا عايزين ساره تحقق ميداليه وده امر مهم جدا. رساله الاخ ايه ورساله عضو مجلس اداره ايه لبطلتنا ساره؟ طبعا اللي زي ساره مش محتاجه اخ ولا عضو مجلس اداره، اي حد هيشوفها بحالتها وامكانياتها والمستوى اللي هي فيه مش هقول غير ربنا يعينك، وهي ان شاء الله يعني هتقونا على قد المسؤوليه دي وهتحقق اللي كلنا نفسنا فيه ان شاء الله. توعدينا يا ساره ان شاء الله؟
بدل الدكتور محمد وعدكم خلاص. رائع جدا، كل التوفيق ليكي، ومثال مشرف حقيقي للبطلة الرياضية وللمرأة المصرية حقيقي. شكرا جدا سارة سمير بطلتنا في رفع الأثقال.